هذه ثانية، مرحبا بكم مرة أخرى. ما زلنا مواصلين بعد شوية فقرة مع سيرين جبالي البيزاجيست اللي باش تحكي لنا من بعد على شنو؟ عن نباتات السامة. لشكون؟ للإنسان. والحيوان. والحيوان. زوز، باش تحكي لنا على القطاطس من بعد شوية سيرين، والنباتات لازم كنت تتجنبوهم في الجنينة نتاعكم ولا في الدار، النباتات الداخلية. قبل باش نحكيو على الحشيش. من الشاربين منه الحشيش. بلا نحكيوا على الحشيش، الحشيش اللي يعمل مشكل خاصة تو من بداية من شهر فيفري يبدا يقوى برشا في السواني نتاعنا، دونك لو ديزرباج كيفاش نحيو الحشيش نقضيو عليه الحشيش هذاك، فمشكون يختار انوي يحمر مثلا ينحي بالمسح يقرقش الحشيش هذاك مانويل باليد العاملة، فما اللي يختار باش يخدم بالليبيستيس بال معناها دويت دويت فوالا مبيدات الاعشاب، وفما شكون يختار طريقة أخرى اللي هي باش حكينا عليها جي اس اس جروب. مبروك. مرحبا بكم، اليوم باش نشوفوا مع بعضنا عملية تسميد الأشجار المثمرة. عملية تسميد الأشجار المثمرة ديما ننصحوا الفلاحة باش يعملوا ليزاناليز نتاع التربة نتاع الماء اللي هما أهم حاجة قبل ما نبداو في البروغرام دي فيرتيليزاسيون. علاش يقول قايل نعملوا في الاناليز نتاع الماء والاناليز نتاع السول؟ كل كولتور راهي عندها بزوان اون امبيكا ديزوليغو اوليمون تحتاجهم بوندون السيكل نتاعها. في عملية التسميد يلزمنا نعرفوا الكاليتي نتاع الماء نتاعنا اللي هي فيها بوكو دو بارامتر بما فيهم تو دو سالينيتي درجة الملوحة، ومناش يتكون الماء نتاعنا على خاطر نعرفوا الماء نتاعنا متكون بوكو دو سيل مينيرو. لي سيل مينيرو هذوما باش يعاونونا في عملية التسميد. فما بارامتر آخر يلزمنا نشوفوه في الماء اللي هو تو دو كلور، على خاطر إذا كان عندنا تو دو كلور طالع ما نجموش نعملوا به تسميد الورقي، نجمو وقتها نخدمو كان بالفرتي إيريغاسيون ونختارو كاليتي ولا سورس أخرى نتاع ماء تكون طايح للتون نتاع الكلور نتاعها باش ما يحرقلناش الأوراق. عندنا نوع نتاع اسم دا نعطيوه فولير، فهمت، تلك البور، الموليبدان، الكالسيوم، فهمت، ليزيكستري دالك اللي باش يخرج النبتة من ستريس بويسكو هي كانت في اندورمانس. البرودوي الوحيد اللي باش يخرجها من ستريس هذايا هو ليزيكستري دارك اللي ديما خلطوه بالبور بالكالسيوم بالموليبدان باش تصير عملية التنوير وعملية العقدان في احسن الظروف. عملية تسميد بالجوتا جوت لفرتي ريغاسيون هي اللي باش تعطينا فعالية خير، واللي الشجرة باش تاخذ بها البزوان اللي حاشتها به اونيمبيكا. السماد باش يمشي عبر الماء في الري قطرة قطرة باش يهبط ديريكت للعروق، دونك النبتة باش تمتصه. كيما شفنا اللي يلزم نعملو التحليل نتاع الماء، يلزمنا نعملو زادة التحليل نتاع التراب نتاعنا نتاع السول. قول قايل علاش نعملو في التحليل نتاع السول؟ باش نشوفو لوتو نتاع الماتير اورجانيك اللي هي بالنسبة لنحنا في الاجرونومي هي أهم حاجة في الستركتور نتاع السول. دونك لهنا يلزمنا أول حاجة إذا كان السول نتاعنا فقير والماتير اورجانيك يلزمنا نعملو أموندمون نتاع فيميي نتاع الماتير اورجانيك باش نحصلو في الكاليتي نتاع السول نتاعنا. أو ميم طون بالتحليل نتاع التربة باش نعرفو الستركتور نتاع السول نتاعنا شنيا، اسكو ارض رمليه اسكو ارض تينيه، على خاطر فما فرق ما بين الارض التينيه والارض الرمليه. الارض التينيه تمتاز ميزات معينه باش تكون هي غنيه بالليزيليمون، مي ليزيليمون في الارض التينيه يكونوا بلوكي، دونك هنا باش نوليو نستعملوا لي اسيد هوميك والفلفيك باش نعملوا ليبراسيون نتاع ليزيليمون هذوما ويكونوا اسيميلابل بار لا بلانت. في الارض الرمليه فما كونترانت اللي لاحظوا فيه الكوليكا في الليزاناليز نتاعنا اللي هو التو نتاع البي هاش، نسبه الحموضه نتاع السول لويمام. لهنا اذا كان يظل السول البي هاش نتاع السول طالع برشا فوق 7.5 وبلوتو 7 باش تكون لاسيميلاسيون نتاع ليزيليمون امبوسيبل كاريمون، فهمت. دونك لهنا يلزمنا نستعملوا دي برودوي كيكونوا سلفاتي والا دي اسيد هوميك دي اسيد فيلفيك يكون البي هاش نتاعهم اقل من 6 باش تصير لاسيميلاسيون والكوريكسيون نتاع البي هاش نتاع السول. دونك لهنا باش نلقاو اسيميلاسيون نتاع لي زيليمون نوتريتيف نتاعنا يكونوا في بلايصهم. حاجه اخرى يلزم البروغرام دي فيرتيليزاسيون يكون بيان ديتايي اي بيان فراكسيوني توت او لون دو سيكل، مش كيما نعطيو
لي زامبيكات مش كيما نعطيهم في اول السيكل مش كيما في اخر السيكل، فما دي ايتا فيجيتاتيف وايتا فيزيولوجيك تتعدى به الشجره من التنوير للانديكسيون تاع ليبوس للماتيريتي تاع الفرويل للنويزون كل شيء، معناتها في كل مرحله فما ايكيليبر يتعطى نتاع امبيكا اللي هو نحن نحكم فيه بالفيرتيليزاسيون تاعنا وبالشوا تاع لونغري تاعنا اللي باش نحطوه. جينيرالمون ديما لي زامبيكا نحطوهم فم اون ايكيليبر مع بعضهم، لازوت الفوسفور البوتاس وشويه اسيد هوميك في الفيك بور بيسي لو بي هاش كوسوا نتاع لي برودوي والا نتاع الماء والا نتاع السول اللي حكينا عليه قبيليك. دونك لهنا الفراكسيونمون بعد نتاع لابور نتاع لي زامبيكا هو اهم حاجه في الفرتي ايريغاسيون، يلزم كل يوم نعطيو دوزه معينه avec des pourcentages différents en MPK suivant l'état physiologique اللي موجوده فيه الشجره. ويمشي هزنا حلمي المره هذه الفه جندوبه. جندوبه وين بالضبط؟ الفيجه. الفيجه محميه الفيجه باش نمشيو مع حلمي في روندوني مع تونيزيا كامبينغ. حلقة اليوم هي تأكيد جديد على أنه تونس خضرة بالحق. الحلقة اللي فاتت مشينا لمحمية بوهدمة، الحلقة هذه قررنا مع أصدقائنا أن نكمل في نفس المسار ونزور الحديقة الوطنية بالفيجة. بلاصة سمعنا عليها برشا وقرينا عليها برشا وأول مرة تواتينا الفرصة ونزوروها. الفيجة منطقة ما تختلفش برشا على مناطق الشمال الغربي الكل، من حيث التنوع البيولوجي، الغطاء النباتي، الحيوانات اللي يعيشوا غادي زادة ومنابع الماء. حديقة مساحتها أكثر من 2600 هكتار وتضم أجمل غابات الزان والفرنان بشمال إفريقيا. الحديقة الوطنية بالفيجة تأسست عام 1990 واليوم ولات واحدة من أهم ركائز التنوع البيولوجي في تونس. الحديقة تحتوي على محمية فيها أكثر من 25 نوع من الثدييات، أهمهم الأيل الأطلسي والثعلب الأطلسي والخنزير البري والأرنب البري زادة، وتحتوي على أكثر من 100 نوع من الطيور. الفيجة من أهم البلايس في تونس اللي ممكن الإنسان يمشيلها باش ينحي ستريس وينحي تعب جمعة كاملة متاع خدمة، والأهم يكتشف بلاصة جديدة في بلاده. يظهر لي وقيت مع الاهتمام الدولي بالطبيعة والبيئة نهتم شوية بالمناطق هذه اللي تعتبر كنز تونس الأخضر. تونيزيا راندوني، اوزي لافونتور.
شكرا حلمي مقديش. انا قلت تونيزيا كامبينغ تونيزيا لندنية. تحياتي لك حلمي مقديش ويعطيك الصحة على الخدمة اللي تخدم بها. سيرين جبالي مساء الخير. مساء النور مبكر. مساء النور ألفا. أهلا سيرين. مرحبا. اليوم باش نحكيو على النباتات السامة اللي لازمنا نتجنبوهم. شنو من معناها نباتات سامة باللمس وإلا كيفاش؟ باهي. هو احنا على الرغم من انه برشا نباتات نشوفوهم مزيانين ومحليهم واللي يتلائموا مع الظروف البيئيه الكل، الا انه فما نباتات سامه اللي هي تغرنا بالمظهر المزيان متاعها. كيف كيف نرجعوا لهنا انه يلزمنا نردوا بالنا. علاش؟ خاطر احنا لهنا النباتات متاعنا هذه السامه كيفاش؟ تنجم تكون باللمس. كيفاش؟ فما اوراق متاع نباتات اللي لهنا بالتعرق تخرج لنا مادة سامة اللي جوست احنا كي نمسوها معناها ومن بعد باش نهزوها لفمنا ولا معناها باش تدخل لداخل بدننا هذيك هي تسبب لنا برشا مشاكل منها. تنجم حتى كاريمون انه تحسس وتهيج الجلد حتى زادة اذا كان ناكلوها يعني بالمضغ سورتو الصغيرات والا حتى الحيوانات اذا كان عندنا في الدار الاقتطاسات الكلاب هذوكم الكلهم تنجم تضرهم. كيفاش؟ انه النبته نتاعنا كي معناها باش تاكلها والسوا حتى بالكعبراتك الفخويه اللي فيها تجلب برشا الصغيرات يعني نلقاو احنا اللون كالاحمر والا يستخيلوها ساعات انها حلوه هذيك الواش يهزوا وياكلوها وهذيك تنجم تخلف برشا مضاعفات كيما الاسهال تاثر حتى الاختناق والا ميم حتى على القلب. وزاد فما نباتات اللي بالشمال جست إل سوفي باش نشموهم لهنا تنجم تأثر لنا تعمل لنا حساسية على الجهاز التنفسي نتاعنا. باش تعطينا أمثلة نتاع نباتات سامة؟ هو النباتات اللي قاعدين نشوفوا فيهم الكلهم هما نباتات سامة. أرجع لنا من الأول خلينا نسميوهم بالوحدة. أوكي. بالوحدة على الأقل خليني لهنا عندنا النغيوم اوليوندير اللي هي الدفلة اللي نلقاوها بارتو موجودة. الدفلة هذه تخرج مادة سامة اللي هي تسمى اللاتكس. جوست الصغيرات كي يبداو يلعبوا ولا الإنسان ولا حتى الحيوانات تنجم تأثر سورتو على القلب اللي تؤدي للموت إذا كان ناكلوها. وعندنا لوفور بياميلي اللي هي تابعة الفامي نتاع الصبار الكاكتوسات اللي هي كيف كيف تخرج مادة هذية اللي تأثر زادة على البدن. وعندنا النباتات اللي نلقاهم موجودين لداخل في الديار نتاعنا كيما لونتوريوم عندنا زادة اللاغوم زنبق الكالة عندنا النباتات اللي تشعبتوا عندنا الليدغا إليكس عندنا لونيسيغا جابونيكا كيف كيف زادة ديفن بيكيا اللي هي بالأوراق نتاعها وكما كنت نحكي بالتعرق هذيك تأثر لنا زادة على الصحة نتاعنا. وعندنا زادة الكليفيا اللي هي نبتة من أصول كولومبيا. معناتها سيرين السم يخرج منين؟ من الورقة من النوارة من العرف منين يخرج؟ ولا أنت والنبتة؟ منهم الكل. هو كيفاش؟ هو النباتات صحيحة؟ أنت والنبتة؟ فما هكا وهكا. أنت والنبتة فوالا. هو النباتات الكل حتى الخضرة والغلة اللي ناكلوا فيهم فيهم دي بارتي سامين وفيهم بارتي اللي لاباس عليهم. دونك لنا تلقى في الوردة فما بارتي سامة تلقى في السيق وإلا تلقى زادة في الغصن وفما نوعية متاع نباتات اللي تلمهم الكل كيما باغ اكزومبل لهنا نشوف الكوكليكو اللي هي نلقاوها بارتو معناها في ليشونت معناها في الحقول كل نلقاوها ما لازمش ناكلوها كيفاش بالعكس اللي هي تتاكل نستعملوها فما حتى في الكوجينه اللي كاريمون فما عباد اللي تطيب بها والا التوس اللي يعملوا بها السيغو الوغ كو لهنا فيش لاستوس انك ما يلزمكش تكثر منها خاطر انت كي تكثر منها وقتها تولي تاثر على الصحه نتاعنا وتتسبب لنا في برشا اضرار كيما ساعات انه صغيرات جوست كعبتين باغ اكزومبل من الفوزان الكعبات اللي تخرجهم هكا الفخوي نتاعها فل عمره اقل من 3 سنين جوست كعبتين ينجموا الله يقدر يقتلوه. دونك ردوا بالكم من النباتات اللي مش معده للاكل وكاو بالضبط هذاك الواش لهنا وعلى الصغيرات خاصه فوالا لازم توعيه من اهل الاختصاص اللي لازم يوعيوا لازم زيد لي بارون والا يوعيوا صغيراتهم وهما بيدهم كي باش يمشيوا بيكنيك ولا يمشيوا يحوسوا ما ناكلوش اللي جاي ولا خاطر هذه تشبه النبته نعرفوها وحتى الصغيرات نوصيهم ولا ردوا بالنا كي حتى في الجنينه نتاعنا خاطر برشا اليوم انه تلقاه يتسبب له في اسهال في ما نعرفش انا التقلقات ساعات تقول انت منيش الوغ كو هو ينجم يكون جوست نوع من الحساسيه ولا حساسيه ولا اللي نجم وحتى يدو في فمه باهي كيفاش نعرفوا الاثار نتاع التسمم؟
لهنا الاثار نتاعها هي كيفاش كيما كنت نحكي انه تظهر باللي سمتوم اللي باش يظهروا الاعراض اللي هي باش تخليك باش تعملوا معاه هذاك الواش. احنا يلزم اول ما ظهرت اعراض كيما هكايا ناخذوا تصويره ما فيها باس. التصويره هذيك كي ناخذوها ونمشيو للورجونس نمشيو للورجونس باش اوموا ينجموا يعرفوا تصويره النبته تصويره النبته نتاعنا باش هكاكا اوموا يعرفوا كيفاش يعالجوها وتنجم تسهل لهم اكثر. وزيدا ماذا بينا كي باش نمشيو للجنينه ولا نتعاملوا مع النباتات نتاعنا حتى في الحدائق العموميه ما نمسوهمش بيدينا صحيح باللي غون اذا كان متوفرين والا كي نمسوا النباتات نتاعنا ديريكتومون نغسلوا ايدياتنا باش هكاك نيفيتيو التسمم. يعطيك الصحه كل مره تجيب لنا معلومه ما نعرفهاش. بارك الله فيك على الثقافه. ميرسي. شكرا سيري. يعطيك الصحه. يعيشك. باستوس والا موضوع جديد حول البسنه. شكرا ألفة. يعيشك مبكر. جوله طويله اليوم تعمل 66 كيف. برشا مواضيع برشا نصائح كذا ان شاء الله نزيد نواصلوا في الاسابيع القادمه لما نحاول نوفروا نصيحه للفلاح مع كل اصدقائنا بارك الله فيهم لي باتنير نتاعنا بارك الله فيهم ماشيين معنا مره اخرى بنفس هذا الاتجاه. شكرا لكم انتم على المتابعه ان شاء الله عام صابه يا ربي ان شاء الله ربي يعطينا يرحمنا ان شاء الله ربي نزل الغيث النافع بحول الله اطلبوا ربي وان شاء الله ربي نزل البركه. الى اللقاء. Movement that inspires.